أهان الله أصحاب الظنون السيئة، فهناك مسافات طويلة بينهم وبين الراحة في الحياة، أغلى من إنك تضيعها في علاقات مزيفة وأحلام مستحيل تحققها، صداقات هشة وضعيفة، أماكن ملكش فيها مكان، أشخاص تاخد من عمرك وتستنزف طاقتك وتكسر بخاطرك. علشان كده أنت مش ملزم بالناس دي، ولازم تدور على إنك تلاقي نفسك فين، لأنك جدير بإنك تعيش حياة حقيقية كلها أمل وحب وتفاؤل. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة، فقرتنا الأولى هتكون من القاهرة وخصوصا حي الشرابية، واللي هنشوف فيه جريمة قتل يشيب لها الرأس. أم فقدت ولادها الاتنين غدرا طعنا بالسكين على يد أحد جيرانهم، مع سبق الإصرار والترصد إن ولادهم اتخانقوا مع بعض. فبدموع وصراخ شديد قالت الأم: يا عيالي يا ولادي يا حبايبي، عزوتي ورجالتي، انتوا فين؟ أنا بموت علشانكم كل يوم. أما فقرتنا التانية هيكون ضيفنا فيها رائد من رواد طب النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم في مصر، وهو الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، واللي هيكلمنا عن مشاكل تأخر الإنجاب والحقن المجهري وعوامل نجاحه وكيفية تحديد جنس المولود. فقرتنا الثالثة وهيكون لينا لقاء فيها مع الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة واحد الأطفال، وحديث هام جدا حول العيوب الخلقية في الأطفال، زي مثلا عدم وجود فتحة شرج أو ضيق فتحة الشرج والإمساك المزمن اللي بيصيب دايما ولادنا. دلوقتي خلونا نطلع نشوف تقريرنا الأول من الشرابية مع الأم اللي اتقتل ولادها الاتنين على إيد جارهم، ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. طول عمري أنا مين يجيب لي عيالي أنا دول؟ أنا جيب عيالي أنا، حرام عليهم حبايبي وعزوتي ورجالتي، كسروا ظهري، كسروا ظهري دول، والله كسروا ظهري. انا بمشي زي المجنونه في الشارع بلف عليهم. نزلت بكاميرا التفاصيل في الشرابيه. طول عمري بسمع عن مثل بنقوله احنا كمصريين: يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار. النهاردة رجلين بيتقتلوا علشان عيل صغير، رجلين اخوات بيتقتلوا مع سبق الإصرار والترصد علشان عيل صغير، عيل قل ذوقه مع راجل من الرجالة اللي مات الله يرحمهم، راح اشتكى لأبوه وعمه. مش يقولوا لهم بقى عيب، ما يصحش، بلاش تغلط كده في الكبار، لا، ازاي ابنهم اتضرب بقى. راحوا رايحين جايبين السلاح وقال لك هنقفل الشرابيه ونخليها دم، ولازم الراجلين دول يتقتلوا. اهل الحته اتدخلوا: يا جماعه ما يصحش، ده عيل صغير، يا جماعه ايه اللي حصل ده، ايه اللي جرى ده. فكوا الاشتباك. ما ينتهيش الامر لهنا ويرضوا ان الرجاله صالحتهم على بعض، لا، العم خلى واحد من المجني عليهم راكب الموتوسيكل، راح طعنه كذا طعنه مات. موقفش برضه شيطانه ورضى نفسه واستغفر ربنا وندم، لا، ياخد نفسه ويكمل المشوار علشان يروح يقتل اخوه التاني. وفعلا قتل رجلين الله يرحمهم. تعالوا ندخل نعزي اهل المرحوم ونعزي والدتهم الله يصبرها. Yeah.
قالوا لي لحضرتك جايه من المستشفى. ايه صار بعد الصبح؟ اللي حصل تعبتي الصبح كده؟ جات لي حساسيه على صدري كتر الصوت عليهم، واطلع الشارع امشي في الشارع زي المجنونه عليهم، انده عليهم الاثنين، انده على حبايب، واحد 25 والتاني 47، التاني مالوش صور هنا عندي، التاني مالوش صور عندي هنا، حبايب نور عيني، الاول والاخير يعني، واخدني الاخير والاول، البكريه ابن عمري ما شفتوش من قبل خطوبة بنته، انا ما شفتوش حبيبي يا نور عيني، انا مش عارفه انا عملوا لي فيه كده ليه، انا مش بتوع خناق عيالي. اللي بلغك؟ اللي بلغك باللي حصل؟ انا قاعده انا كنبه هنا، هو بقفل واسيب لي الباب المفتاح بره على اوله بره، يجي يفتح ويخش، جت مراتي ابن بتند عليا بتقول لي انت فين يا ماما، قلت لها في ايام ده سليمان بيتخانق مين ما سليمان ابني عمره ما بيتخانق مع حد، لا ده في ناس، واحد غزو فين الا ده غزو هناك عند الفرن، طبعا البدا ما هروح مع، قال ده هو راح المستشفى عشان يخيطوه، ما رضيش يقول ده هو مات، طبعا لما راح هو خدني رحت المستشفى، اتاري كمان ابنك الصغير مات الاثنين، وابن ابني برضه مغزوز كان صمتي وكان يجي على القلب برضه يموت، يعني هو قاتل اثنين وابن ابني وقع زمان. واحد ايوه كان ناقص صمتي وبرضه يموت برضه، ايه اللي افترى ده؟ سايبينه ليه ده؟ قاتل ابن اخوه، قاتل اخوه علشان شويه ملوخيه ورغيف، واغتصب بنت اخوه ومرات اخوه وحطوه في البلكونه، ليه سايبينه ده في الشارع يأذي الناس عيال الوقعه؟ لا ده قضيه كذا واقعه ليهم، بس مش عارف ايه جاب في ابن، انت ما شفتش الواقعه بتاعته؟ ما شفتش الصور بتاعته وهو بينزل من المكنه بيندى عليه بيقول له ما ايوه ازيك يا عرب، بيمد له ايده كده يدول على عينه عشان ينتبه، وقام يدي له كده غزو عند الفرن، هو بيسلم عليه راح التاني قتل ايه، بيسلم عليه ما عملوش حاجه، جات بيرجل على الفرن عشان يعني حش حد يحش عنه، صح صاحب الفرن بعد ما غز كذا غزة قام بيقول له اطلع بره خلي حد يوديك المستشفى، خايف على حاجته صاحب الفرن، صاحب الفرن يقول له اطلع بره خلي حد اطلع بره كده، خايف على حاجته، الناس بقى تلم في القرص، والدم بتاع ابني كان مال هناك في قدام الفرن، والافتراء بتاعي غزه تاني بعد الناس اللي تركبه وتروح عشان هتنزل ما تروحش تودي مستشفى، انت لازم لما ادعاله تاني واحده في قلب طعنه في تاني في قلب التوك توك اللي جاب اجل ابني، والتاني ابني هنا في يوم واحد التاني بقى قال له الحقني يا عمي ده ابويا، في ناس بتقول واحد عوره ما قالش ما يعرفوش هو مات، طبعا ابني كان عند خطيبته، والواد التاني برضه ابنه كان عند خطيبته ودوا المواسم بتاعتهم، جات يعني من هناك الواد ورا، هو كان قاصد ابني اي خناقه، ما كانش جاب اي حاجه مع ابني ماشي فاضي الصغير بالمكنه، الواد رايح هناك وهو مستخبي ورا التوك توك، قام طالع من ورا التوك توك قام مديها لمين الواد الصغير ابن ابنه ابن ابني، وقام التاني قام الواد قال الحقني يا عمي، الواد لما قال الحقني يا عمي التاني قام اداله في العرق هنا اللي بتاع اللي بيموت اللي عند اللي بيموت اللي بيشغل القلب وده الواد ما عبال مسافه ما جه من هنا لغايه الحقني يا ابو الحقني يا اخويا الحقوا عشان مش مات في العربيه بقى من اتنين ميتين واحد في التاني في بيبص ابن عيال عمه يبص على ده وده لقوا ثلاثه مديدين على الترولات ليه عملوا لهم ايه؟ ليه ده كده انا ثلاثه كده رايحين مني واحد صغير وادي كمان الاثنين الكبار اعمل ايه؟ ده اللي كان بيخش عليا وكان بياكلني في بيتي ده اللي كان فاتح نور عيني من ساعه ما ابوه ما مات، ليه؟ ابوه مات بقاله 11 10 سنين من 2011 هو اللي كان بيخش عليا وبياكلني، الكبير برضه ده كان فاتح بيته برضه كل واحد ليه بيته والعياله وكلهم لهم بيت، انا قاعد يقولوا معاكي خمسه بقوا ثلاثه بقوا اثنين، ليه حصلونا على قلب عيالي؟ ليه؟ انا كده الدكتور قال لي يا ست ما تعديش نفسك بتقول لك معاكي خمس رجاله كان يقول معاكي خمس رجاله ابقى اثنين
ما هم اتنين، انا اروح انا فين انا بقى؟ اللي كان بياكلوا فاتح بيتهم كلهم كلهم كانوا متكلين على ده، نار كانوا متكلين على ده عشان اللي كان بيفتح بيتي. انا اروح فين بقى دلوقتي؟ ها انا عايزه حق عيالي، جيبوا لي عيالي كده بقى. ايه السبب ده كله؟ ايه السبب؟ قولي لي. انا بقول لك كابتن راح يجيب عجله عيني من الشارع، وقام قال له عرب نادى عليه سليمان، اما هو قال اني عرب يمدي لك ايدك تدي له بقى له 4 ايام يستني في السكينه 4 ايام. ليه؟ عمل لك ايه؟ 4 ايام بيحرك جاهز لقتلهم. جبت الكلام ده منين يا حاج؟ الناس اللي بقى يحكوا، الناس اللي بقى تيجي تحكي لي هنا. انا قلبي واجعني، انا قلبي واجعني، لسه كاشفه امبارح عند المستشفى والله يا. رسم قلب وجايبه قلب العلاج وحضربهم وعلى مركبين الجهاز، مش قادره كنتش اخد نفس امبارح بالليل. انا بمشي زي المجنونه في الشارع من الليل، انا بلف على عيالي. انا مين يجيب لي عيالي؟ انا دول اللي جيب حق عيالي، انا حرام عليهم زي ما هم قطعوا العرس العيالي كده، حرام. بلغوكي خبر وفاتهم مرة واحدة كده؟ مرة واحدة؟ لا انا بحسب هي بتقولي ده هنا يعني مغزوز. طب مين اللي غزه وما بتخانقش مع حد؟ والله العظيم عيالي ما بتتخانق مع اي حد، وطوب الارض ما شفتش انت الجنازة بتاعتهم. ليه شفناها متصورة؟ والله ما شفتش جنازتهم، عامل زي اللي كان فرح، ماشيين في فرح عيالي. عمرهم ما كان يجيب ابني الصغير ده يجيب كده اللي يطلع للناس الغلابه. وانا فاجئت من الناس اللي كانت هو ابني ده بيعمله، انا ما كنتش بعرف اللي هو بيعمله بره. والله العظيم عيالي ما عملوش اي حاجه عشان الافتراء بتاعهم ده. تفتكريهم طبعا بتدعي لهم؟ بدعي لهم ايه يعني؟ هم يموتوا في عيل الناس، اعمل ايه يابا؟ اعمل ايه يابا على عيالي؟ انا اللي دول يابا حبايبي، يابا الاثنين حبايبي وعزوتي ورجالتي كسروا ظهري دول، والله كسروا ظهري. انا بمشي زي المجنونه في الشارع، بلف عليهم، بلفوا ناس تدخلني جوه، ناس تدخلني جوه. امي يا امي حرام عليك اللي انت بتعمليه دوت، ليه يعملوا فيا كده؟ ليه ياخدوا مني 2 مره؟ الناس بتدفن واحد، انا ادفن بالجمله ادفنهم؟ ده دول حبايبي، كانوا فاتحين عيني عيالي. أنا 5 معاك، لما خلوهم 2 طمطموا على 2. وادعي اعمل ايه ياما؟ انا في عيالي ياما، دعي لهم وترحم عيالي حبايبي. انا عايز عيالي. ده ما شفتش خطيبتي؟ والله كان بيجهز في شقته، والله كان هيخش في عيد رمضان، والله كان هيخش جاب له حاجته. والله انا اعمل بقى ايه؟ حاجته ولا شقته؟ انا على كده اعمل بيه شقته حبيبي ده؟ فرح بعد العيد؟ بعد عيد الضحيه رمضان كان بيعمل وظف في شقته. اعمل ايه يابا؟ اعمل ايه يابا؟ غصب عني يا حبيبي، والله يا حبيبي غصب عني يابا، غصب عني يا حبيبي. روح عيني يا حبايبي، يا حبايبي، يا حبيبي، يا حبايبي يابا، يابا تعالى خدني يابا ولف عشان اروح عندهم. عايز افوت واروح عندهم، عايز ادفن عندهم، والله عايز اروح عندهم، والله انا عشان وحشوني عيالي، والله وحشوني يابا. يا نور عيني يا حبايبي يابا، يا حبايبي يا نور عيني. الله يرحمهم ويغفر، الله يرحمهم ويغفر لهم الصبار. عايز احوم الجصاصه كده يبرد نارك. ان شاء الله هيجي حقه. يا حبايبي، يا حبيبي، يا حبايبي يابا، يابا تعالى خدني يابا ولف عشان اروح عندهم. عايز اموت واروح عندهم. كان اخويا ماشي دم الفرن، راح يجيب عجله. طبعا ده قاعد له على القهوه بقاله 4 ايام، ساند سكينه وبقاله 4 ايام. حتى وكيل النيابه جاب الراجل اللي بيسن السكاكين، جابه قال له لو ما جتش هقفل لك المحل ده طول الحياه.
قالوا بقاله فعلا 4 ايام وقاعد مستنى الراجل ده. طبعا اخويا معدي بالمكنه، يا سليمان يا سليمان. طبعا تاني يعني طيب حاجه بيت ربنا، ايه يا عرب؟ راجع بالمكنه، هو راجع اداله واحده هنا. طبعا دي لما ادهاله كلها بقت دم. طبعا ماسك الصاج، لو انتوا شفت الفيديو عمال يبعده وهو تاني داخل بيعبي، يعني انا قصدي اموته. ماشي. طبعا انا شفت الفيديو امبارح، كسرت الشقه. ده شفت الفيديو بقى قريب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي واحد عشان يشتم ابني ينزل اموته؟ في واحد مكواجي قدام الفرنه خلاه قفى 15 يوم، قال له انا هذبحك. طبعا الناس قعدوا يتحايلوا عليه وبتاع، يا سيد ما ينفعش بسبب مش عارف ايه، فين وفين على ما ايه رضى عنه الراجل ده. ايه فتح ده طلع لنا منين؟ طب احنا دلوقتي صعيده، ده لي منين انت يا جمال اللي انت ابنك الشتم؟ انت ليه ما رضيتش تهدى اخوك؟ الناس راحت بصت على دماغك وحقك علينا، كان بيستمن الرضا ترضى. وانتوا اساسا هم قبل ما يموتوا راحوا عملتوا قعده صلح وقعدتوا اخوات ورضوه بتاع. الواد التاني كلامه ناشف اللي اسمه جمال، قال له رضى اخويا، راحوا البيت ندهوله يا سيد يا سيد. اخته قالت له ده مش هنا، لما نزلت قالت له لا كان فوق بس مش عايز ايه ينزل. طب يا عم انت صاحب المشكله، خلاص خلصت، انت بقى اللي طرد اخوك. اتاريه هو كان قاعد برضه بسكينه وفي ناس شاهده في الشارع اللي ساكن فيه اخويا؟ قالوا ليه يا جمال انت قاعد ليه كده؟ هي مش خلصت والناس طردتك؟ قالوا لا ده انا داخل احلق. قالوا طب هو اللي داخل يحلق يقعد على الرصيف ويحط جزلك في جنبه؟ قوم يا جمال وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص وخلصت. ماشي. طب انت عارف ان اخوك هيعمل الواقعه دي، سكت ليه؟ ما نبهتش سليمان ليه؟ خلي بالك من اخويا، كنت نبهتنا احسن ما نتخانق ونعمل انا راح الاسم. اذا حضرتك ايه سبب الخلاف ده كله بقى؟ فعلا شتيمه العيل صغير؟ عيل صغير؟ اه. العيل ده كام سنه؟ اسف في ثالثه اعدادي. والواد كمان ايه ده شتيمه هزار، يعني مرات اخويا قالت له لا لا يا ام احمد انا مش همشي لما تشتميني، انا اتعودت تشتميني. طبعا هي شتمته وهو رد الشتيمه. الواد الكبير قاعد مش عاجبه الشتيمه، الله ياما انا قلت لك عيب ياما ما تهزريش مع العيال الصغيره والكلام ده. ادي شتيمه توقع مني شابين. سؤال، هو سليمان وسعيد كانوا مع بعض؟ لا اقول لك يا بقى يا فندم، سعيد كان عند خطيبته بيتعشى، حقه اتصل بيه قال له يا عمي انا ابويا اتغز. سعيد جري على محمود، الحق يا محمود اخوك اتغز. سعيد رايح ولا ابيض ولا راح بالفيزم، هو ده رايح يتخانق ولا معاه حاجه؟ خانق ولا رايح بتاع، رايح يلحق اخوه. راح اما راح دب دب هو قاصد الواد محمد حقه ده، اما شافه بالكزلك الله انت محدش مال عينك بقى، مين لحقه؟ سعيد هو بيخطفه كده. ماشي. اداله واحده فين؟ في رجله. سعيد قال لك ما فيهاش حاجه، الواد ماشي حتى في الفيديو بتاعه والله ما عارف فين، ماشي بيعرج. ما ماشي بيعرج يا محمود الحقني انا بموت. بيقول لك انا بصيف في الارض، الواد كان ماشي معايا سليم بصيف في الارض ذبيحه دم. كانت على طول العربيه ما فيش 3 دقايق جت ركبوه في العربيه ودوه. انا كل ده واقف، كل اللي يكلمني يقول لي اخواتك ماتت، انا واقف بيقولوا ده سيد وقف بالصلاه على النبي على، قال له لا ده انا مش واعي انا مش مصدق. يعني انا واحد يطلع سليمان مات، مفيش دقيقتين سعيد مات، وانا اقول مش مصدق. وانا لحد دلوقتي روح كل ما اشوفه اقول له استغفر الله العظيم الواد ده رايح مشواره وجاي تاني. الواد كل حاجه هو امه شالت بيه وراجل راجل راجل. حضرتك تشوف الجنازه حب الناس في سعيد ما اقولكيش. في مصر مش مصدق مش مصدق، كله عمال يرطب وكله عمال يعيط وزمايله بتاعنا واقف والله بالجلابيه برضه واقف مش مصدق. يا ابني اخواتك ماتت، اقول طب صل على النبي. لما دخلت بقى تاني يوم وكيل النيابه بعت لي ودخلت التلاجه دي فيها اخواتي ميتين،
ده نايم وتاني ارفع التيشيرت يا فندم متقطع. سليمان الكبير متقطع كسطانة كتير يا فندم، ده انا ما شفتش اللي في ظهره. اي واحد يقول لي واخد اتنين تلاتة اقول له انت كذاب. انا اخويا ده كله متقطع، ودي ودي هي اللي قالوا وهم من الدم اتخض. ليه الدم كله نازل؟ حتى تشوف الفيديو جنبه ده كله دم ماشي. وبعد ما يعني اخويا طالع على رجله ورايح يركب التوك توك اداله واحده. الله الله، ده انت فاجر دي. وجمال ده يا فندم لازم يجي. جمال ده جمال ده لازم يجي. اتمسك مين؟ سيد اللي موت الاثنين، بس سبب المشكله جمال وابنه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يابا يابا تعالى خدني يابا اقول لك عشان اروح عندهم، عايز اموت واروح عندهم. قلبي عندكم وربنا يسكنه فسيح جنته. مين بلغكم بالجريمة؟ احنا قاعدين وكان الخبر واحنا قاعدين فوق. انت اللي مربيه سعيد؟ سعيد وسليمان. خليتهم؟ ايوه. ووالدتهم؟ يعني اول فرحتنا واخر فرحتنا. اتخطفوا مننا كده غدر، ولا لهم في المشاكل ولا في الخناقات، غلابة وشقيانين صنايعية، ولا بتوع بودرة ولا برشام ولا حاجات دي، ولا بيشربوا الحاجات دي ولا يعرفوها، ناس صايعية وغلابة، ولا بتوع مشاكل. وبيصرف على أمه العريس اللي مات ده 23 سنة والتاني 26 سنة، يعني أول فرحتها وآخر فرحتها 46. وملكة يعني بص غلابة، ناس غلابة ولا بتوع مشاكل ولا أي حاجة، تسأل على الناس كلها عليهم. مين بلغك؟ احنا قاعدين فوق كانت بنتي قالت لي الحقي يما ده. انتك ساكنه في نفس البيت؟ لا في الشارع اخر الشارع هنا. الحقي يما ده ابن عم سليمان اتغز، نزلنا جري ما نعرفش بقى التاني اتغز الاخر كمان. اخويا متغز في ظهره ومتغز هنا، عملها له هنا مقورها له، وبعد ما ضربه كمان ما كفاهوش، ركب التوك توك عشان يعني يلحق نفسه، راح غزغزه في التوك توك ومسك بتاع التوك توك مشاه وخده وجري بيه وراح رمى على كم الزباله. اخر مره شفت اخواتك امتى؟ انا اخر مره انا كنت هنا يوم السبت ماشيه ومكلمه اخويا سعيد، قال لي انت ماشيه ليه؟ قلت له انا ماشيه يا حبيبي جايه من الاثنين بعمل الاكل. اتصلوا بيا قال لي اخوك الكبير مات، انا فاكراه ميت بالسكر. قعدت اصرخ في البيت حماتي مالك مالك، وطلع اخويا الكبير مات. بركب مش لاقي اي عربيه تجيبني الشرابيه، باخد توك توك. قالوا لي الحق كمان اخوك الصغير مات، سعيد اللي كان شايل بيت امه وشايل الدنيا هنا كمان مات. كنا بنيجي على حصه، اخويا مش عارفين نتكلم نقول ايه. كنت باجي على حصه ببها بيهم في كل حته اخواتي، ان ولا حشاشين ولا بدرجيه ولا فيهم اي نوع ده. ودايما اقول لعيال اخوالكم يا ريت تطلعوا زي اخوالكم، يا ريت يا ريت لما يا ريت لما هم ماتوا، يا ريت يا ريت كان هم اللي عاشوا وانا اللي كنت مت، والنبي والله يا ريت يا ريت اخواتي كان هم اللي عاشوا وانا اللي كنت مت، يا ريت والله يا ريت يا ريت يا حبايبي والنبي يا ريت. ده انا امي كل ما اجيبها من الشارع اللي قاعده معايا بابتنا عينا، كل ما اجيبها من الشارع بتجري زي مجنونه، تفتح الشباك تقول يا سعيد يا سعيد. بيجي ميعاد نومه بيجي لها هو الساعه 6 ولا الساعه 7، قال ايه جاي؟ يما هتاكلي سندوتش فول وطعميه؟ تقول يا حبيبي اللي تجيبه. بالليل هتاكلي حاجه يا زينب؟ ببقى جايه مثلا خميس وجمعه اقول له يا حبيبي اللي تجيبه هاكل معاك. قال ايه جاي؟ بخير ربنا حبيبي حبيبي. لما باجي حتى هنا بقعد بالاسبوع باجي اقعد على حصه، هو بسيب الدنيا كلها وباجي اقعد مع عمي. هو ايه الاقي داخل طالع يوم الجمعه ده كان جايب لنا سمك وقال لي اكل الناس كلها، اللي ما كانش بياكله قال لك ابعتوا لهم. قلبه حس ان هو هيموت بيودع بتاع السمك، يقول له انا بلف عليك الدنيا انت فين؟ قال له انا اهو. قال له طب انزل لي واديني ودخل لي جوه بعمل الاكل، يقول لي ده اكله واكله واكلي. هتاريك يا حبيبي هتموت
يا رب يجيب حق اخواتي يا رب، وحزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل على سعيد وسليمان. والنبي يا رب احنا تعمل لنا اتنين رجلين، ده انا كنت ببقى بيهم بره في الدخله والطلعه ببقى بيهم حبايبي، والله حبايبي ما بقاش يدمن ننزل عليهم، مش عارفين ننزل دموع عليهم، مش عارفين 24 ساعه قاعدين حزنا 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 على اتنين. الناس بتدفن واحد واحنا اتنين خشبتين جنب بعض، خشبتين. ده ما كانش دي ما كانش جنازه، ده كان فرح وزفه ودنيا جميله ونعم في الجنة ولا نصيب نصيب. بقولها وسط الناس، بقولها قبل ما اطلع من بيتهم، اكيد اكيد بصق جدا في رجال الداخلية في مصر، بصق جدا في نزاهة القضاء في مصر، بقولها وفي بيتهم قبل ما اطلع، اكيد حق الناس دي هيجي، اكيد نار الام دي. ألف رحمة ونور عليهم. يمكن أنا وأنا بصور التقرير ونزلت كنت مش قادرة أقول مرحوم سعيد ومرحوم سليمان، يعني مش قادرة أقول المرحومين، لساني عجز. اتنين عايز أتكلم مع السادة المشاهدين في كام نقطة بسرعة كده. أنا لما رحت والشباب قالوا لي في جريمة قتل في شربية وأخين اتقتلوا فيها، قلت ليه كده؟ ليه؟ علشان أروح ألاقي عيل صغير اتشتم، عيل 13-14 سنة علشان اتشتم. اللي حصل كالآتي عشان مطولش على السادة المشاهدين ويبقى الموضوع ببساطة. اللي حصل كالآتي، الولد اللي عنده 13 سنة اللي في تالتة اعدادي ده تقريبا بيأجر عجلة. سليمان الله يرحمه عنده محل عجل، شد مع الزوجة او بيقول لها يا خالتي اشتميني، انا متعودتش اسيب الحاجة كده عشان ما تأخرتش، اشتميني. راحت شتمه، راح هو ردد الشتيمة بشتيمة سيئة جدا. ابن المرحوم سليمان كان موجود مع امه في المحل، رفض ان ده يحصل. المهم انهال على الولد وراحوا ايه ضربينه واتشتم. الفيديو اللي على الشاشه ده انا هفسره لكم، استنى بس عليا يا استاذ محمود. بعد كده الواد راح عيط لابوه عمه، ازاي بقى ده يتشتم؟ هو ده ينفع؟ ازاي ابنهم يتشتم؟ راحوا رايحين عشان يتخانقوا مع المرحوم سليمان في المحل. اهل المنطقه ناس محترمه ورجاله ومعروفه عن القاهره والشرابيه والاماكن الشعبيه، ناس رجاله ومجدع، قالوا له انتوا بتتخانقوا عشان شتيمه؟ يا عم خلاص هنعمل مجلس ولابنك يتراضى والناس تحب على دماغك وخلاص والموضوع ينتهي والشيطان يمشي. بالفعل ده تم، عملوا المجلس، حضروا المرحوم سليمان واخواته وراضوا ابو الواد وعمه. فاتش اسبوع ما اكتفوش، معرفش هو اللي اتشتم ده عيل زي عيالنا ولا انا مش عارفه والله، ما اكتفوش بالمجلس وقعدة الرجالة، لا عملوا ايه بقى؟ عمه ترصد زي ما انتوا شايفين، يا ريت يا محمود بعد اذنك نرجع الفيديو سامحوني. عمه ترصد وتني قاعد استنيه، شافه معدي، كان بقاله 4 ايام استني المرحوم سليمان يعدي اهو، راح منادي عليه يا سليمان، راح واقف له، فالتاني واقف له امان كان ممكن يمشي، ولف له بالموتوسيكل رجع له عشان يقول له ايه ازيك عامل ايه، راح مديله ايده دلوقتي، راح مديله بالكزلك اللي هي الاداء او السكينه، مديله في عينه، طلع واخد نفسه دفع عن نفسه دخل الفرن. ده المشهد. سعيد مات ازاي بقى؟ بعد ما خلص اللي خلصه هنا مشي. سعيد كان مع خطيبته بيتعشى، جاله تليفون الحق اخوك بينضرب وتغذب المطوه، نزل جري فقابل مين؟ قابل سعيد الجاني ده، ما هما اتنين سعيد، اخو المرحوم سليمان وسعيد الجاني ده، ده اسمه سيد، عفوا سيد، ده الجاني اسمه سيد. سيد ده بقى قابل سعيد بيقول له، بيقول انت بتضرب اخويا يا سيد؟ راح قال له اه وهضربك انت كمان، وراح ضربه ومخلص عليه. الشك الجنائي انا واثقه زي ما قلت في بيوت الناس دي، انتماءاتي اللي انا فخوره بيها ومش هغيرها، دي انتماءاتي عن القضاء والداخلية في مصر.
وتوسط بيتهم حق ابنكم وولادكم راجع راجع بإذن الله. ناركم هتبرد. ده الشك الجنائي هم يعرفوا أكتر مني. الشرطة على فكرة قبضت على القاتل لأن هم اتهموه اتهام مباشر. ماشي، ودلوقتي تحقيقات شغالة. ده الشك الجنائي نركنه على جنب لأن ليه ناسه. تعالوا بقى الشك التاني اللي يخصنا. عارفين الشاب ده لما يكبر هيقول ايه؟ هيتباهى انه لما اتشتم ابوه وعمه صفوا له رجليه. اه، سألوا مذيعة بتنزل الشارع بقى. هيتباهى بده. تخيلوا سلوكيات عيل زي ده كمان 10 سنين، 10 كتير، ده على البواب. هيمشي يقول ده انا عشان اتشتمت موتوا رجلين. ربنا يصبر قلبك، مشاعر الام دي مفيهاش زي مزايده، تقطع القلب، لان انا من الناس اللي بضعف قدامها جدا. هتكلم بقى على الجزء اللي يخصنا كلنا، كلنا، انا والساده المشاهدين، اكيد مصر كلها بتعزم سليمان دلوقتي واخواته. هكلمكم عن العين والحسد. يا ترى خدتوا بالكم واحنا بنتفرج على التقرير ان هي قالت كانوا بيقولوا لي معاكي 5 رجاله مات منهم 3، واحد توفاه الله بامر الله واتنين اتقتلوا، فاضل 2. لما جابت سعيد الاخراني الناس قالوا لها معاكي 5 رجاله، يا بختك وهانكي. خافوا على اولادكم العين، خافوا على فرحتكم. كل اب فرحان بابنه ورايح الجامعه ونزل جاب له عربيه يمكن هو مركبهاش وهو في سنه خاف عليه. كل ام نزلت فرحانه ببنتها وبتجيب لها براندات وبتنزلها صور اول يوم مدرسه، كلنا بنشوف ده على الفيسبوك. خافي على بنتك، تخليش حظها يقل واحده بواحده بواحده علشان العين والحسد. يمكن قبل ما اكلمكم، يمكن لو الحادثه دي انا صورتها من شهرين ما كانش كلامي يبقى ليكم دلوقتي، لان كنت بنزل، بس لان انا كمان مريت بظروف فاتغيرت. مش كل اللي هيشوفكم هيشوفكم بعينكم، بيشوفكم بعين اللي انتوا بتشوفوها بولادكم، لا. حاجه كتير مننا بيقول ما شاء الله تبارك الله، مش كتير مننا بيقول ربنا يزيدهم ويبارك لهم. لما يبقى ابنك ناجح وجايب درجات عاليه ومتفوق، ولا قبل في كل في شركه انترناشونال، ولا رحت اشتريت له يعني في هندسه واشتريت له جهاز لابتوب، وتقعدش تقول ده ب 15 و16 و17 و18 و20 الف جنيه، لا اسكت، ما تبقاش ماشي بربابة، سيبه لسبيله عشان مستقبل استناه، لان كل عين بترصد بتاخد من حظ ولادنا. اللي جاي ايه؟ اللي جاي كل ست نفسها تبقى ام، كل ست واكد اجهاض متكرر كتير، كل عروسة متجوزة بقالها 1 ولا 2 ومتأخرة في الولادة وفي الإنجاب، كل أم خلفت مرة ومش عارفة تحمل تاني. معانا بروفيسور اللي أنا بشكره جدا على إنه قبل استضافتي، أستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. هنتكلم في ده كله، هندق البيبان وندخل في أداء التفاصيل. انتظروا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في تفاصيل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بندق البيوت وبندخل. عندنا مشاكل كتير قوي في مساله الانجاب، او بالنسبه لعالم النساء عامه. نورني ومشرفني في الاستوديو استاذ الدكتور عادل ابو الحسن، دكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وجراحه المناظير، زميل جامعه كبل المناظير والجراحات الميكروسكوبيه المانيا، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه وطب التكاثر. ما شاء الله، سيبيه مشرف كده. شكرا جزيلا. شكرا لاستضافه حضرتك، وشكرا انك نورت التفاصيل. شكرا جزيلا. دكتور عادل، لو هنتكلم عن وداعا للورقة والقلم بيني وبين حضرتك خلاص. لو هنتكلم أنا وحضرتك عن عروسة متجوزة وعندها تأخر إنجاب، فات 1 فات 2، نظرة الناس حواليها،
نظرة وضعها قدام جوزها، جيرانها، أهلها، أهله. وبعدين متأخرة كشفت مرة واتنين. دول حضرتك بتشوفهم ازاي؟ بيجوا يقولوا لك ايه وبتقول لهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعا مشكلة تأخر الإنجاب دي مشكلة يعني بقت كبيرة قوي في الوقت الحاضر يعني، وبيعاني منها مش قطاع بسيط، ده قطاع عريض من الناس. يعني ايه تأخر الإنجاب؟ ده لازم نعرف يعني ايه تأخر الإنجاب. تأخر الإنجاب يعني اتنين متجوزين وقعدوا سنة كاملة بدون حدوث حمل على الرغم من وجود علاقة زوجية منتظمة، وأحيانا من سنة لسنة ونص. يعني الزوج موجود والزوجة موجودة وبتحصل علاقة زوجية منتظمة ولم يحدث حمل في هذه السنة أو سنة ونص. هنا نقدر نقول إن في تأخر إنجاب. قبل كده ما ينفعش نقول كده، لأن هو عشان في ناس كتير من أول شهر تبدأ تقول هو أنا ما حملتش، مش مستنيين البيبي، ايه اخبارك، الدوره جت ولا ما جاتش، يبدا الزن من الاهل الزوجه واهل الزوج. صح، عشان كده الله عليك، ده اللي بيحصل. يعني عبء نفسي جامد جدا، وهو ده اللي او بيمثل جزء كبير من الضغط النفسي على الزوج والزوجه، الاهل والاصحاب والاحباب والكلام ده. من هنا جت المشكله بتاعت انه احيانا في ناس بيبقوا عايزين ياجلوا الحمل لظروف العمل، لظروف ماديه، لظروف دراسيه، فمن حقهم يعني. لكن في ضغوط جامدة جدا من الأهل الزوج وأهل الزوجة ومن المجتمع ومن الصحاب ومن الناس، ده اللي بيعمل ضغط نفسي جامد جدا. ومن هنا جت المشكلة بتاعت إنه الناس تبدأ تدور. لما بتدور في يعني بتأدي بنا في الآخر إن في بعض الناس ياخدوا أدوية بدري جدا قبل ما يعدي سنة، من تاني شهر وتالت شهر يبدأ ياخدوا منشطات، وبعدين ياخدوا حقن، وبعدين ياخدوا تلقيح، عملوا تلقيح سنة، كل ده ولسه ما عداش سنه. فهم فجاه بيلاقوا نفسهم عملوا كل حاجه انه تايم، ما فيش يعني في سنه خلصوا كل حاجه، عايزين بقى نعمل حقن مجهري. ولسه المفروض ان هم لا يصنفوا اساسا ان هو تاخر حمل الا لما يعدي سنه او سنه ونص. بس وده مفهوم لازم يبقى موجود عند الناس، ما حدش يستعجل، لان بيعمل عبء نفسي، ولا عبء النفسي والضغط النفسي بيبقى احد اسباب تاخر الانجاب. طيب بيقول لك بقى نمشي القنوات الشرعيه يعني. ايه هي بقى لازم القنوات الشرعيه؟ ان احنا لازم ننتظر سنه ريلاكسيشن، يعني لسه ما تعرفوا على بعض والكلام ده بياخد وقت كبير جدا. بعد السنه نبدا ندور، ولما بندور بقى القنوات الشرعيه هي ايه؟ لازم الزوج الاول يطمن على نفسه. ايوه، الزوج الاول لازم يبدا يعمل تحليل سائل منوي ويطمن. الزوج الاول يعني احنا مشتركين، هيشوف ايه في الزوج؟ لازم يعمل تحليل سائل منوي بالكمبيوتر، لازم يشوف العدد ويشوف الحركه ويشوف التشوهات ويشوف تفاصيل الدقيقه. بمناسبه البرنامج حضرتك انه تفاصيل، الحقن المجهري يعني الاهتمام بالتفاصيل سواء كان الزوج او الزوجه، فده مهم خالص. الزوج الحقن المجهري عفوا اتفضل تاني يا دكتور. يعني الاهتمام بالتفاصيل، التفاصيل ده هو فعلا برنامج اسمه رائع يعني. الاهتمام بالتفاصيل، تفاصيل يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه تعدي، مفيش حاجه دي مش مهمه، كل حاجه في تحليل الزوج مهمة، كل حاجة في تحليل الزوجة مهمة، كل شكوى للزوجة مهمة، كل فايندنج أو كل حاجة بنلاقيها في السونار لازم نهتم بيها. وده اللي بيفرق دكتور عن دكتور أو استشاري عن استشاري أو أستاذ عن أستاذ، الاهتمام بالتفاصيل. لو حد اهتم بتفاصيل الكشف وما وراء الكشف والتحاليل والفحوصات هيقدر يساعد كل زوجين بيدوروا على الإنجاب. فلازم الزوج يبدأ الأول بتحاليله، بعد كده الزوجة بتبدأ تحل هرمونات تاني يوم الدورة، بتعمل سونار عشان نشوف كفاءة المبيضين قد إيه وعدد البويضات فيهم قد إيه، وبنعمل بعد كده سونار ثلاثي الأبعاد لو الأمر استدعى، وبنبدأ نحط البروتوكول أو الجايد لاينز اللي هنمشي عليه عشان يحمله. إذا في سبب لازم يتعالج. إيه هي الأسباب؟ لو في عند الزوج ضعف لعدد الحيوانات المنوية، لو في ضعف في الحركة، لو تشوهات عالية، أو لو في لزوجة عالية مثلا، كل دي حاجات طبعا العلم اتقدم جدا، مفيش ولا حاجه من دول الا لها ولها علاج. وكذلك الزوجه برضه لازم تعمل تحليل هرمونات، لو في لخبطه في الهرمونات هتتعالج، لو في تكيسات مواليد هتتعالج، لو في التهابات في قناه فالوب هتتعالج، لو في اورام للفي هنعمل لها عمليه بالمنظار وهنشيلها، لو في بطانه رحم مهاجره هنعالجها، هنعملها منظار وهنديها علاجها.
يعني قصدي اقول لحضرتك كل تفصيل من الحاجات اللي ممكن نلاقيها في الكشف بتاعنا او في المتابعه بتاعتنا بنقدر نحط لها العلاج بتاعها ونقدر نتعامل معها وبنوصل بالموضوع في الاخر الى حمل امن وسليم ونقدر نمشي بيه حتى لحد الولاده. دايما لما تروحوا العياده للدكتور عادل تلاقونا كلنا قاعدين كده تلاقي وشوش كتير، هما وجهين، اما ناس فرحانه كده وقاعده مبسوطه، اما ناس قاعده قلقانه ومتحيره وبيسالوا بعض. بيسالوا بعض انتوا عملتوا ايه؟ خليتوا ايه؟ دكتور عادل في مره بساله بقول له يا دكتور هو ما شاء الله يعني نسب نجاح حضرتك الكبيره دي والناس الفرحانه دي كلها، قال لي ده توفيق من عند ربنا. وهو فعلا لما تعيشي بقى تجربتك مع دكتور عادل تحسي فعلا هو اخلص فوفق. فهو معروف عنه ان هو بيخلص قوي في مساله الفحص والبحث ولا ييأس ابدا، استحاله يقول لك كلمه ييأس. قررنا نعمل حقن مجهري. خلاص هي الحاله تستدعي حقن مجهري. تاخرت سنه ونص زي ما حضرتك قلت وبنكسب وقت. خلاص بقى يعني هي نفسيا بتنزل. تمام. حضرتك بتتكلم معاها في ايه بقى؟ بتيجي تقول لحضرتك انا جاهزه ولا انت اللي بتقول لها انك جاهزه ازاي؟ هو الاول حضرتك احنا امتى هنلجا للحقن المجهري؟ اتفضل. ده السؤال. اتفضل. يعني مهم قوي التشخيص. تشخيص وتقييم الحاله تقييم دقيق يعني سواء كان للزوج او للزوجه. وصلنا لتشخيص ان احنا في الاخر هنعمل حقن مجهري. هنعمل حقن مجهري ليه او امتى هنلجا للحقن المجهري؟ هنلجا للحقن المجهري لو كان تحليل الزوج مش نافع مع العلاج، يعني ضعيف جدا جدا في العدد، العدد ضعيف جدا، او ما فيش حالات منويه اساسا الازوسبيرميا دي طبعا هيعمل حقن مجهري وهو مغمض، او لو كانت تشوهات عاليه جدا اكتر من 96% في تشوهات، او الحركه زيرو في ساعات في حركه زيرو او الحركه ضعيفه جدا، هنا هنلجا للحقن المجهري. وعلى فكره هو الحقن المجهري اساسا اتعمل لي دي برضه ما اعرفش المعلومه دي لازم توصل لمعظم الناس، الحقن المجهري اتعمل اساسا لمشاكل الزوج بالدرجه الاولى يعني. الله عليك. ده بالنسبه للزوج. بالنسبه للزوجه لو عندها مشاكل في قنوات فالوب، انسداد في قنوات فالوب او ارتشاح في قنوات فالوب او مفيش قنوات فالوب ساعات بتحصل، فده على طول ده لازم هتعمل حقن مجهري. لو واحده عندها مشاكل تشريحيه في 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 شكل الرحم نفسه، لان يعني الرحم بتاعها مثلا ضيق جدا او رحم فيه حاجز رحمي من جوه او فيه اورام اللي فيها جوه تجويف الرحم، او في لحميه في التصاقات نتيجه لالتهابات شديده جوه تجويف الرحم، كل ده بيؤدي في الاخر ان الست هتعمل حقن مجهري. او لو عندها تكيسات شديده ما استجابتش اي نوع من العلاج سواء كان تنشيط او تلقيح صناعي هتلجا في الاخر الى حقن مجهري. او واحده عندها بطانه رحم مهاجره من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه وما نفعش معاها العلاج وما حملتش هتلجا للحقن المجهري. او واحده ما عندهاش حاجه خالص لا هي ولا زوجها وبالتالي بيسموه انكسبلند انفيرتيليتي او تاخر حمل سبب غير معلوم، دول برضه في الاخر بعد ما نستنفذ العلاجات بتاعتهم والنشطات والتلقيح الصناعي والمناظير وكله ما حصلش حمل هنلجا في الاخر للحقن المجهري. فهي دي الحاجات اللي تخلينا نلجا للحقن المجهري. وصلنا خطوه الحقن المجهري بقى هنعمله ازاي؟ هنا بقى التفاصيل. التفاصيل. الحقن المجهري مش خطوه كده وخلاص. الحقن المجهري حاجه دقيقه جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، تبدا بالتحضير الجيد للزوجين ثم التحاليل الهرمونات والتحاليل العامه بتاع الجسم كله ثم السونار ثنائي الابعاد ثم سونار رباعي الابعاد ثم المنظار الرحمي او المنظار البطني او الاثنين مع بعض ثم بعد كده الحقن المجهري. ده بالنسبه للزوجه. بالنسبه للزوج تحضير السائل المنوي سواء كان المشكله في العدد او المشكله في الحركه او التشوهات، هنا بنقدر نظبطه بطريقه معينه بحيث نحسن من نسب النجاح بتاع الحقن المجهري عن طريق احنا بنحسن الكواليتي او الجوده بتاع الحالات المنويه حتى لو كانت ضعيفه. فاحنا هنا عشان يحصل حمل في ثلاث حاجات مهمين جدا. اتفضل. في حيوان منوي، في بويضه، في تجويف رحم تربه. يبقى في بذره، البذره وتربه. البذره دي اللي هي الحيوان المنوي هيلقح البويضه هتبقى بذره. هنزرعها فين؟ تربه خصبه. في تربه خصبه اللي هو تجويف رحم. لازم التربه دي اللي هو تجويف رحم تكون تربه خصبه زي ما حضرتك بتقولي، عن طريق ان احنا نحضرها كويس. نشيل اي حاجه تقدر تمنع انغماس الجنين جوه رحم. عشان الجنين ينغمس جوه تجويف الرحم ويحصل حمل لازم يحصل ثلاث حاجات. لازم الجنين ده يقرب من بطن تجويف الرحم
وبعدين يلزق في تجويف الرحم وبعدين ينغمس جوه تجويف الرحم، يبقى ايه؟ ثلاث حاجات، يقترب يلزق يلتصق يلتصق ينغمس، ينغمس جوه كده حصل حمل. لو واحده من دول ما حصلتش مش هيحصل حمل. فكل التحضيرات وكل البروتوكولات اللي بنتكلم عليها وكل المناظير ومناظير الرحميه كلها عشان يحصل هذا الانغماس في تجويف الرحم. عشان كده التفاصيل مهمه والتحضير مهم واختيار البروتوكول المناسب لحقن المجهري مهم جدا. ومهم قوي قوي ان الدكتور او الاستشاري اللي بيتابع الحاله يبقى متابعها من اول التحضير لغايه نجاح عمليه لغايه نجاحها صاحب البويضات وارجاع الاجنه واختيار البروتوكول وتنفيذ البروتوكول وتنفيذ العلاج. لان هو لو ما عملش كده التفاصيل هتتوه منه. اللي هشوف المره دي حتى انا هيشوفه هو مش هيجمع الموضوع لان كل حاله بتختلف عن الثانيه. بعد اذنك دكتور، التفاصيل مهمه جدا جدا هنا. سامحني، دايما بنيجي نسال سؤال في كل برامجنا نتكلم عن اسباب نجاح الحقن المجهري، ساعات نساله بشكل تاني اسباب فشل الحقن المجهري. دكتور عادل قالوا اه، لان لازم التفاصيل دي دكتور بيكتشفها يكون متابع الحاله. هو دكتور عادل هو بيحكي كل خطوه وراها قبلها خطوه، كل خطوه بتحصل الزوجه او مع الزوج قبلها خطوه علشان نوصل للاخر لنتيجه مهمه وسعيده وتدينا بعد كده تشيل من على قلوبنا حمل او كابوس. طيب يا دكتور، لو هنتكلم عن سيده انجبت مره وبعد كده مش عارفه تخلف تاني، سواء باخدت وسيله او ركبت لوب او خدت منع حمل او 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 حاجات كتير، بعد كده ما تلاقيش عارفه تخلف تاني، تقعد مع حماتها بقى ومامتها يلا بقى هات لنا العيل التاني، تقوم راحه شايله اللوب مثلا او بطلت حبوب وما تحملش، نقول لها برده فات سنه او سنه ونص؟ لا، ده سؤال مهم جدا جدا اللي هو سكند انفيرتيليتي. ده بيعتمد اساسا على نوع الولاده اللي تمت قبل كده، هل هي ولد قبل كده طبيعي ولا قيصري؟ ياه مش كده؟ ما فيش حاجه ثالثه، يعني هي الولاده يا اما طبيعي يا اما قيصري. اذا ولدت طبيعي هنخش في سكه، واذا ولدت قيصري هنخش في سكه ثانيه خالص. هندور على حاجتين مهمين جدا. الله عليك يا دكتور عادل. هندور على لو ولدت طبيعي هندخل في سكه عشان ما نبهدلش نفسنا بمنشطات وعلى الفاضي، ولو ولدت قيصري هتروح في سكه ثانيه خالص. بالظبط. هو امتى هنقول ان الحمل اتاخر لواحده ولدت قبل كده؟ ست شهور. ست شهور لو ما بتاخدش وسائل منع الحمل ما حصلش حمل في ست شهور لازم نفكر ايه السبب. السبب هيبقى يعني لو كانت والده طبيعي ممكن يكون ارتفاع في الهرمون البرولاكتين، اللبن. اللبن ده حاجه مهمه جدا بتفوت على ناس كتير، بتحتاج تحليل سيرم برولاكتين في اثناء الدوره او غير اثناء الدوره، مش هتفرق كتير يعني. لو عالي بنديله علاج وبتتظبط الامور، وطبعا يبقى معاه حاجات تانيه زي عدم انتظام في الدوره الشهريه وكده يعني، وبتعالج كويس جدا وحاجه سهله وبتحمل سهل جدا. لو كانت مركبه لوب وعمل التهابات لازم ندور على قنوات فالوب. بنعمل بقى اشعه بالصبغه، بنعمل منظار. اشعه بالصبغه عندها محاذير كتير قوي، لازم ابقى متاكد هو يعني اشعه بالصبغه فين، لان لو حصل منها التهاب هيؤدي لتاخر انجاب وبيبقى يعني مضاعفات وحشه جدا. يلا فالاشعه بالصبغه دي حاجه خطوه يبان للناس انها سهله، لكن هي حاجه مهمه قوي، لازم تاخد قبلها مضاد حيوي ولازم تاخد حاجه انتي انفلاماتوري قبلها، وتتعمل في مكان محترم معقم تعقيم كويس جدا، ونتائجه يعرف يقرا الاشعه بالصبغه كويس. لان يعني دي حاجه مهمه، حاجه تشخيصيه دقيقه جدا يعني. طلع ان مفيش مشاكل خالص اشعه بالصبغه، بنبدا ان احنا ندي الادويه بتاعتنا المنشطات وبتحمل. اما بقى لو كانت اشعه بالصبغه فيها انسداد في قنوات فالوب هتحتاج منظار بطني او منظار رحمي، لو كان فيها التهابات هندي علاج للالتهابات، لو كان في التصاقات حوالين القنوات بس برضه بتاخد بنعملها منظار، لو فيها ارتشاح يعني منتفخه ومسدوده دي في الغالب بتعمل فصل القنوات فالوب بالمنظار وبنلجا الى الحقن المجهري. تمام. لو هي بقى عامله قيصريه لازم ندور على قنوات فالوب بالدرجه الاولى. ايوه على طول. عامله قيصريه دي على طول بنسال عاملها فين، في عياده خاصه ولا في مستشفى، ولا المستشفى دي مستشفى كويسه ومن الدكتور اللي عاملها، لان ده كله ده بيفرق في نظافه العمليه. افهم من كده ان انا لو سيده وزوجه وحملت مره وربنا رضاني بابن او ابنه وما حملتش تاني بعد ما سبت الوسيله، ما اروحش بقى من نفسي للدكتور يديني منشطات اخدها؟ لا ازاي هتاخد؟ ما هو المشكله احنا دلوقتي ايه اللي بيفرق دكتور عن دكتور؟ اتفضل. ان في دكتور
بيدي المرشات دي علاج حقن او اقراص دواء. كل دواء في الدنيا له انديكيشنز استعمال وله مضاعفات. ما ينفعش ندي دواء الا ما نكون عارفين هنديه صح وهنديه في مكانه مظبوط. فمش هينفع ان احنا ندي دواء خالص منشطات الا لما نشخص الحاله. احنا هنعالج ايه؟ هنعالج التهابات، هنعالج انسداد في قنوات فالوب، هنعالج ارتشاحات في قنوات فالوب، هنعالج التهابات في تجويف الرحم كرونيك اندومتريتس والتصاقات جوه تجويف الرحم نتيجه كذا نوع من الالتهاب يعني. هنعالج ايه بالظبط؟ لازم نوصل للسبب، لازم نشخص، وبعد ما بنشخص بنكتب ندي العلاج. العلاج لازم يكون على اساس وعلى تقييم وعلى تشخيص دقيق. وصلنا للتشخيص، العلاج بقى سهل جدا، خلاص انتهى الموضوع. الله عليك يا في الغالب في الغالب تحسوا بامل، تحسوا خلاص مفيش حاجه ملهاش علاج. العلم متقدم جدا، مفيش حاجه النهارده ما فيهاش علاج. حتى الحقن المجهري اللي نسبه نجاحه يعني، طبعا كان المفروض احنا نتكلم على نسب نجاح الحقن المجهري. النهارده بقى فيه تقدم كتير جدا، بقى فيه نسب نجاح وصلت ل 65 و70%. ما شاء الله. والناس اللي بقى عندهم مخزون عالي بنجمد لهم كمان اجنه، يعني في الغالب بتحمل ان شاء الله، ما حملتش بقى عندها اجنه مجمده من غير اي تكلفه من غير اي حاجه، بترجعها وبتحمل في اجنه مجمده، فما عادش في مشكله النهارده، ما عادش في مشكله في تاخر الانجاب. يعني دي كده رساله بديها لكل الناس، يبقوا مطمنين، وكل واحده تبقى عارفه ان ربنا هيديها طالما بتمشي في الطريق المظبوط وبتحاول توصل لتشخيص دقيق وبتعمل اللي عليها. شفتوا العلم لما يتكلم، شفتوا الناس لما تبقى اهل لمكانتها، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة تأخر الإنجاب. طيب هننتقل لحالة ثالثة يا دكتور. اتفضل. أنا أم، ربنا رزقني بثلاث بنات ونفسي في ولد. تمام، مفيش مشكلة. وبعد ما سألت في دار الإفتاء، وأنتوا ناس أكيد مسلمين وغير مسلمين برضو بيبقوا موحدين بالله، وقانون وماشي إنه حلال حلال حلال. باجي لحضرتك أقول لك يا دكتور، أنا أمنية حياتي أخوي بناتي. فبتاخد معاه اجراءات ايه بقى؟ تحديد جنس المولود. تحديد جنس المولود ده اجراء شرعي جدا دلوقتي، وصدر بخصوصه يعني دار الافتاء طلعت فتوى انه خلاص يعني الموضوع ده ما عادش فيه مشكله زي زمان. زمان كنا عشان نعمله لازم الست يبقى عندها ثلاث بنات فيما فوق. بصرف النظر بقى في مشاكل، بس صحتها على قدها. ايوه بالظبط كده. فدلوقتي لا، الفتوى طلعت ان من حق اي حد طالما ده تقدم علمي يبقى احنا لازم نواكب التقدم العلمي. اتفضل. اختيار نوع الجنين او اختيار الجنس المولود له شقين. تفضل. شق تلافي عيوب وراثيه، زي الهيموفيليا، زي الدوشان سندروم، مرض واحد من العضلات، او له اللي هو الواحد نفسه يجيب ولد، عنده بنات وعايز يجيب ولد. ايوه. عنده مشاكل في العيله، عنده الناس اخوه جايب ولد وعمه جايب ولد وهو نفسه يجيب ولد. أيوة. وعنده المقدره. أيوة. وهو عارف ان هو قاعد مع الدكتور، عارف ان هو ممكن يجيب ولد فعلا بالحقن المجهري، بس كمان الدكتور فهمه انه ممكن ده يحصل بنسبه قد كده. ايوه. لان هو على فكره مش معنى ان واحده خلفت بنات تيجي تعمل حقن مجهري عشان تجيب ولد وتزرع لها ولد. هو طبعا لو حملت هتحمل في ولد 100%. الله طيب. عليك. طب ممكن ما تحملش او ممكن ما تحملش. ده يعني لازم كونسلنج، في حاجه اسمها الكونسلنج، لما اقعد مع المريض اشرح له انا هعمل ايه عشان يجيب ولد، هيعمل حقن مجهري، واشرح له كل خطوات الحقن المجهري. ايوه. طيب هل له نسبه نجاح؟ نسبه نجاحه زي نسبه نجاح الحقن المجهري، اللي هي من 60 ل 65% او 65 ل 70%، عشان هي مخلفه قبل كده. الحمد لله. طيب انت موافق على كده ان يعني ممكن نحط الجنين ولد تطلع حامل في ولد 100% وممكن ما يحصلش حمل؟ اقول له موافق، خلاص يعمل الكونتاكت وانتهى الموضوع. طيب هل ممكن ما نلاقيش ولد؟ ممكن. يا الله. بتحصل. شوف الصراحة. يعني بص بقى. شوف الثقة والأمانة. بتحصل مرة، بنشوفها مثلا مرة كل سنتين ثلاثة. نلاقي العينة جت كلها بنات. بنشوفها، مفيش دكتور اشتغل في هذا المجال ما شافش الموضوع ده مرة أو مرتين في عمره يعني. كلها إناث. كلها إناث. لكن في معظم الحالات بنلاقي ساعات ولدين وثلاثة وأربعة وخمسة. وساعات بنرجع ولد وتحمل ونجمد لها الولاد التانيين، ترجع تجيب ولد تاني بعد ما تولد. الله. وتحصل. أكبر. كتير. طيب دكتور لو هنتكلم على البنات اللي بتتجوز بعد ما تكون نفسها وتحقق ذاتها، بنكير، دكتور، بتعمل ماجستير، البنات بقى اللي حضرتك بتبقى عارف ان هي بتيجي تقول لك لا انا لسه قدامي شويه، بابا هيكلمها تقول له لا يا بابا انا هستنى، يا بنتي ده فلان تقول له مش مرتاحه يا بابا، تاخر نفسها بقينا 35 36، تجميد البويضات عامل ايه؟
ومخزون المبيض برضو. حضرتك كلمني لو في مخزون مبيض ضعيف. ده موضوع كبير قوي. احنا ده هم بيسالوا مصممين. موضوع مخزون المبيض ده موضوع كبير ولسه هنعمل عليه. مش هسيب دكتور كتير. عادل هجيبه لكم تاني كل الجمهور تفاصيل. مش هسيب دكتور عادل ابدا. اتفضل. موضوع تجميد البويضات ده عايز حلقه لوحده. مخزون المبيض عايز حلقه لوحده. طب طمنهم. تجميد البويضات حاجه مهمه جدا وبتتعمل بنجاح كتير جدا في مصر دلوقتي. ويمكن يكون احنا من اوائل الناس اللي استخدموه. الحمد لله. ويعني الحقيقه في اول حالات استخدامه كان نسب نجاح عاليه جدا. تجميد البويضات بنعمل امتى تجميد البويضات؟ زي ما حضرتك بتقولي كده، لو حد ماجل الجواز او ماجل الحمل علشان دراسات، علشان سفر، علشان فلازم تحتفظ بالخصوبه بتاعتها. ليه برضو؟ مش مجرد انها تحتفظ وخلاص. البويضه لما تحتفظ بيها دلوقتي لو قعد حتى 5 سنين هيبقى عمرها وقت ما جمدتها. يا الله. يعني لو انا مجمدت البويضه بتاعتي وانا عندي 30 سنه وجيت اتجوزت او انا عندي 35 او 33 انا عندي البويضات بتاعه 30 سنه مش بتاعه 35 سنه. يوم ما افكها واعمل منها جنين واحصل حمل. دي معلومه مهمه جدا. بتحتفظ بشبابها، شباب البويضات. ما البويضات دي برضه ليها عمر يعني. واخد بال حضرتك؟ فدي خطوه مهمه جدا. كمان الناس اللي عندهم بطاقه رحم مهاجره من الدرجه الثالثه والرابعه احنا بننصحهم حتى لو انسه انها تجمد بويضات. ليه؟ بطانه الرحم المهاجره كياس الشوكليت او الكياس الدمويه بتاثر على المبيض، بتاثر على مخزون المبيض. فالنصيحه لو كان لسه قدامها وقت على الزواج انها تقدر تخزن او تجمد بويضات بتاعتها عشان تحتفظ بالخصوبه بتاعتها في عمر بدري. كمان مخزون في عجاله كده، مخزون المبيض اي واحده فينا بتتولد عندها حوالي 1,000,000 بويضه. وقت ما تتولد بقى عندها حوالي 1,000,000 بويض، وهي في بطن مامتها بقى عندها من 3 لـ4 مليون بويض. اول ما تتولد بيبقوا 1,000,000 بويض، لما توصل لسن البلوغ بيبقوا حوالي 300 إلى 400,000 بويض. عظيم. يعني من ساعه ما تتولد لحد ما تيجي تخسر. تبلغ بتفقد كل شهر حوالي 1,000 بويض. عشان تعرف قد ايه المخزون ده مهم وبيحصل له ديبليشن، بيقل بسرعه. من وقت البلوغ لحد سن انقطاع الدوره هي بتتغير بويضه واحده كل شهر. بالطريقه الطبيعيه. مخزون المبيض ده حاجه مهمه قوي قوي قوي، مرتبط ارتباط وثيق بسن الزوجه. كل ما صغر السن كل ما كان المخزون عالي. يعني ايه المخزون عالي بقى او يعني مخزون طبيعي؟ المخزون الطبيعي بيبقى من 1 التحليل بتاعه اسمه AMH مخزون التبويض، من 1.2 لـ4.2. اقل من كده يبقى مخزون قليل، اعلى من كده يبقى مخزون عالي زي حالات تكاثر المبايض. المهم قوي قوي ان الواحده تخش على خطوه الحقن المجهري او تخش على الزواج وهي في سن الخصوبه اللي هو قبل 35 سنه. عايزه انبه حاجه مهمه جدا. دكتور عادل ابو الحسن معروف جدا اللي هو اسكندريه والقاهره برضه. والقاهره برضه في الشيخ زايد، بس في ناس تانية بتدعي على الفيسبوك او ما شابه ان هي دكتور عادل ابو الحسن. دكتور عادل امراض النساء والتوليد والعقم، استاذ دكتور عادل ابو الحسن استشاري الحقن المكاري واطفال الانابيب وجراحه المناظير، زميل جامعه كيل للمناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه وطب التكاثر. شرفتني ونورتني ويمكن حديثي معاك لا ينتهي. اشكرك جدا. انا بشكر حضرتك واقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا. الحمد لله على السلامه. شكرا يا دكتور عادل. شكرا جزيلا. الفكرة الجاية ايه يا نهال؟ الفكرة الجاية لكل أم ابنها بيشتكي بإمساك مزمن، كل أم ابنها عنده عيب خلقي فتحة الشرج. منورني ومشرفني أستاذ الدكتور أحمد الشامي. اوعي تروحي في أي حتة. بكل فخر إن العالم دلوقتي في مجال الطب، في مجال زراعة الكبد، في مجال جراحة الكبد، بيعتبر مصر من الدول الكبرى في هذا المجال، لأن احنا تعدينا 5,000 حالة، نتائجنا ماشية مسيرة مع النتائج العالمية، تكلفة العملية تكاد تكون 10% من التكلفة العالمية، النتائج مبهرة. فبقول لهم إن البلد دي بلد كبيرة، بلد عظيمة. جراحة الكبد، زراعة الكبد، جراحة البنكرياس، جراحة المعدة،
علاج أمراض كتير في الجهاز الهضمي المصريين قادرين عليها. مفيش حاجة اسمها خواجة، مفيش حاجة اسمها صفر في الخارج. بقول للشباب سيبوكم من الكلام التاني ده واتجهوا للعلم والبحث العلمي والطب، ترفعوا البلد وتشعروا بالسعادة. أهداف المؤتمرات يعني عامة في كل التاريخ على مر العصور حاجتين، ان احنا يعني continuous medical education اللي هو التعليم الطبي المستمر، دي حاجة. الحاجة التانية تبادل الخبرات يعني بين الأساتذة في أمراض معينة أو في الأمراض الشائعة أو الغير شائعة أو الأمراض المستعصية. المؤتمر ده نتاج جمعيتين مع بعض، الجمعية المصرية لجراحة الكبد والقناة المريه والبنكرياس، ده مؤتمر 13 لها، والفرع المصري للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام. الاثنين دول بيعملوا المؤتمر، احنا ماشيين مع بعض بقالنا 4 سنين من اول ما ابتدى الفرع المصري بتاع الياسجو هنا في مصر. طبعا الياسجو دي جمعية عالمية على مستوى العالم ولها افرع كتير في حتت كتير في العالم. الجمعية المصرية لجراحة الكبد والقناة المريه تنتمي الى جمعية الجراحين المصرية. بيبقاش معانا في الكرسي ده في الناس قد كلامها، ناس بنسلمها أرواحنا وأملنا وطموحاتنا وأرواح ولادنا علشان في يوم من الأيام نخلص من هموم في قلوبنا. نورني ومشرفني أستاذ دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة، عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، عضو الجمعية للجراحين المصرية، عضو الرابطة العالمية لجراح الأطفال. سيفيهات مشرفة الله على تفاصيل. والله نورني يا دكتور ومشرف. ربنا يخليك استاذ هلال، اهلا وسهلا بحضرتك. ختامهم مسك، نروح لاولادنا ان شاء الله بعد ما جبناهم. احنا كنا بنجيبهم الفقره اللي قبل حضرتك دلوقتي جبناهم. دكتور لو هنتكلم على العيوب الخلقيه في فتحه الشرج وان ابني بيقول انا عندي امساك، حاجات كتير قوي كده خاصه بالمنطقه دي، حضرتك حابب تبدا منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا وانتوا بتجيبوهم اطفال انابيب وحقن مجهري وإخصاب مساعد، نسبة التشوهات الخلقية اللي بتبقى مصاحبة للعمليات دي بتوصل لغاية 30%. حلو. للأسف بتبقى نسبة عالية جدا. في التشوهات الخلقية العادية بتبقى 5-7%. حلو. تشوهات الخلقية للقولون والشرج تقريبا ما فيش، يعني بتبقى نسبته كبيرة جدا. تتراوح من حاجات كتيرة جدا، وفي برضو الستيل لغاية دلوقتي معتقدات، وفي حاجات يجب تشخيصها ما قبل الولادة. فتحة الشرج، القولون، حضرتك أنبوبة بتبدأ بفتحة الفم الجهاز هضمي وتنتهي بفتحة الشرج. حضرتك الطفل يولد لازم الفحص، دايما بنقول ساعة ما الطفل يتولد لازم يتفحص كويس جدا من قبل جراح أطفال. أيوة. وحاجة بسيطة هضرب لحضرتك مثلا. أي دكتور فعلا كلنا بيحصل معنا كده، كلنا بيجينا دكتور أطفال بيشوف البيبي. بالظبط. ساعات بقى في بعض الحاجات بتتداخل مع دكتور الأطفال، زي ما ياخدش باله منها أو ما يفحصهاش، لنا ساعات بيبقى مش من صميم شغله. هو الطفل اتولد اهم حاجه يتعمل ريسسيتيشن اللي هي الاسعافات الاوليه، النفس غير لف عشان ما ياخدش برد وكلام من، والنفس الحمد لله والولد بعيط تمام. حضرتك الولد ما عملش ستول اول 24 ساعه. المفروض ان الام حضرتك ودايما ناكد على وجود او نزول الستول الاسود، البراز الاسود اللي بعدي في اول 24 ساعه، ده مهم جدا، ولو ما عداش في اول 24 ساعه بتبقى علامه قد تكون كارثيه. الله عليك يا دكتور. فما عداش يعني بالفتره كده اشوف ابني عمل حمام اول 24 ساعه ما عملش اجيب جراح اطفال. بالظبط. شكرا. ليه؟ تخيل ان ممكن تؤدي الى الوفاه. وحصلت ازاي؟ حصلت ازاي؟
الام راحت ولدت، الدكتور الاطفال شاف البيبي، السلام عليكم، الام روحت مع الف سلام. الولد ما جابش براز، بتكلم مامتها، الولد ما جابش براز لغايه دلوقتي. تاني يوم كلمت دكتور الاطفال اللي استقبل الطفل في اوضه العمليات، عظيم، قالوا طب اديله البوست ملين لغايه ما تبي تروح للدكتور او نشوفه كلام، فازلين كده. جت تبص، جابت اللبوسه وبتدي الولد، مش لاقيه فتحه شرج. كنت اسال فين فتحه الشرج؟ هقول فين؟ مش موجود. ده ليه حل؟ المفروض ان هو يتشخص قبل الولاده. الله يرضى عليك، اصبر علي. ليه حل لو انا طبعا إيه؟ وحل اللي احنا بنقوله اهو في اول 24 ساعه. عشان كده بنادي يا كل الامهات، البراز الاسود اللي ما يعديش في اول 24 ساعه لازم نروح لدكتور جراح اطفال. قد تنتهي في اول 24 ساعه ان انا اعمل فتحه براز على جنب، تحويل مسار، ويقعد 3 شهور 4 شهور، وبعد كده اعمل عمليه، وبعد كده ادخل اقفل ده. قد تنتهي بحاجه عمليه بسيطه جدا في 3 دقائق ومن غير اي حاجه خالص. طب ساعات حاجه اسمها فتحه شرج تلسكوبيك. يعني ايه تلسكوبيك؟ يعني انا كجراح اطفال بعيني كده ما بلاقاش، بس الام بتجزم ان هو جاب حته براز صغننه كانت موجوده في الحفاضه بتاعته. طيب ممكن تخش بقى تلبس النظارة وتبصي تلاقي فعلا حاجة اسمها تلسكوبك، يعني زي خرم الإبرة. يبقى أنا هنا هي موجودة وفي مكانها، مجرد إنها ضيقة جدا لا ترى بالعين، فأنا هخش أعمل توسيع لفتحة الشرج جراحي بالمشرط، ويبقى كده العملية بسيطة. استغرق قد إيه وقت العملية؟ لو هو على حسب بقى، لو هي حضرتك ضيقة لحاجة نص ساعة أو ربع ساعة ويروح. طب حضرتك بقى ما بتبقاش موجودة او موجوده ومتغطيه، سبحان الله في طبقه غشاء كده عاليه مغطيها فمش موجوده، يبقى احنا هنا برضو عمليه بسيطه جدا. لا ده احنا الافظع من كده ان حضرتك القولون بيبقى منتهي بفتحه الشرج. لا ده هنا فتحه الشرج مش موجوده وفتحت في المهبل او فتحت في المثانه البوليه. يبقى في الحاله دي الام ما بتلاقيش فتحه الشرج، وتلاقي البول والبراز جم من الولد او من البنت من قدام. يبقى الام بتستغرب جدا، بتغير الحفاضه بتلاقي بول وبراز جاي من العضو الذكري بالنسبه للولد، وجاي من فتحه المهبل بالنسبه للبنت. بول وبراز من قدام، بول وبراز من قدام. هنا طبعا هنا لازم نخش نعمل تحويل ونفصل ما بين الاوضتين. انا عندي اوضه اللي هو الجهاز الهضمي والاوضه الثانيه اللي هو المثانه البوليه، حصل بينهم اتصال بقى في بينهم شباك، ده يخش يوصل البراز على المثانه البوليه. يبقى هنا لازم نخش نفصل ما بين الاوضتين، والتدخل في اول يوم 24 ساعه عشان ما يحصلش مشاكل. من الحاجات الثانيه اللي بنلاقيها فتحه القولون والشرج اللي حضرتك بدأت بيها، الإمساك. الإمساك ده حاجة كارثية، ومفيش طفل إلا ببر في مرحلة من المراحل بالإمساك. عندنا عشان وقت حضرتك عندنا الإمساك، يا إما إمساك وظيفي، والحالة دي مش تبعي، تبع دكتور الأطفال، اللبن مش هو بتاع الأم، اللبنها ضعيف، الأم ما بتغذيش كويس، نوع اللبن الصناعي اللي بيستخدمه مش بيعمل إمساك، حاجات كتيرة جدا. ده تخصص بنسميه تغذية أطفال. يهمني الإمساك الجراحي. يعني إيه إمساك جراحي؟ حضرتك طب ما فيش فتحة شرج، ما هو ده نوع من أنواع الإمساك، ما هو ما فيش براز هيجي. طب فتحة الشرج متغطية، طب فتحة الشرج ضيقة جدا، ما هو مش هيجي براز. طب خلينا بقى فتحة الشرج موجودة في مكانها وطبيعية ومفيش براز، بينزل كل تال. انا عندي طفل، عندنا عندي اطفال كتيره جدا كامهات بتيجي تشتكي، الولد ما بيعملش غير كل 10 ايام وباللبوسه. طب الولد، انا عندي ولد قعد 4 اسابيع وخش جنرال انستيزيا، يعني تخدير بنج عام كلي اوضه العمليات، واعمل له حاجه اسمها غسيل قولون، يعني ما بيعملش حمام الا لما بدخل اوضه العمليات واغسل له الشرج والقولون. الله. في حاجة اسمها تشوه خلقي اسمه هيرش سبرانج، أو تضخم القولون، أو عدم وجود خلايا عصبية بالقولون. جزء من القولون، آخر القولون فوق فتحة الشرج كده بالبلد كده، ما فيش فيه عصب، مشلول، فما بيحصلش الانقباض والانبساط اللي هو يخلي البراز ينزل. فالحتة دي تعمل زي دبلة حلقة، يقوم بقى حضرتك بنسميها حتى في المصطلح الطبي عندي اسمها فانل شيب. يعني شكل الأمعة
عارف القمع ده فوق يبقى القولون متضخم وقد كده وتحت ينزل على دي جدا. يبقى هنا البراز هيتراكم، ريحه البراز بتبقى فيري فيري اوفنسيف، ريحته وحشه جدا. لأم الكاركتر بتاع الستول تيجي تقول لك الولد بيعمل حمام ستول بتاعه زي واحد عنده 30 سنه، حجمه كبير جدا متضخم جدا وناشف كتير جدا وكلام. فيبقى ما نستناش بطنه تتنفخ طبعا، والولد ما بياكلش كويس، الولد بيرجع، الولد عنده ارتفاع بسيط وجعين في درجه بطني الحراره وجعين يا ماما. وبطنه وجعان يا ماما، مش عارف اكل وماليش نفس. ويبقى الطفل وهو داخل عليا من العياده تلاقي الطفل الوزن الطبيعي العادي بس بطنه منفوخه. ما نستناش لسبع سنين، لان لما باجي اعمل استئصال جزء من القولون والطفل عنده اربع ست شهور ثمان شهور حجم القولون بيبقى حاجه صغيره فاقدر اعملها مرحله واحده. طيب انما لو وصلنا ان حجم القولون بقى قد كده ده مستحيل تتعمل مرحله واحده، فهدخلوا العمليات ثلاث مرات، مره تحويل مسار، ومره استئصال جزء من القولون اللي هو فيه مشكله، ومره ثالثه اقفل الكولوستومي بعدها لينقذونا من العلاج. شوفوا عشان ما نضيعش نفسنا. اتفضل. اسف. لا ولا هم حضرتك. اتفضل. النقطه المهمه تاني من الحاجات القولون والشرج اللي بلاقي فيها مشاكل للاسف قد تنتهي بتحويل مسار مدى الحياه وعدم او عدم تحكم في البراز، وحاجه بتبقى حاجه بسيطه جدا. ناسور شرج، نسمع نقول لك ده فلان عنده ناسور، بيجي لي اطفال عمل ناسور اربع مرات. يا الله يا دكتور. وبتبدا القصه ايه فيها للأسف عادات وتقاليد، فتحة الشرج جنبها طلع له خراج دمل، راح للدكتور اديله علاج كذا 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 مضاد حيوي، راح لخالته ولا سته اعملي له عجينة بسكر واعملي له بصل واعملي له كذا. مفتي. والله أنا بشوف الحاجات دي. فتلاقي الولد جاي لك بعد خمس ست سبع تمن أيام عنده خرم سق فتح بهم بقى يقول لك ده الخراج فتح الحمد لله لوحده، والحمد لله فتح لوحده بس هو تحول الى ناسور. ناسور هنا محتاج ان انا اتدخل جراحيا. طب الام بتخاف ده ولد عنده شهرين هيعمله هو في ناسور في شهرين؟ في للاسف. طب عنده ست شهور اصل قالوا له هياخد علاج، اصل رحت للدكتور وكتب له علاج ونشف. هو ما نشفش، هو حضرتك خد علاج الدنيا هديت الالتهابات هديت، هيبقى شهر شهرين ثلاثه وهيرجع تاني يعبي ويعمل خراج تاني ويعمل دمل تاني. لو عمل في نفس المكان ده يبقى حظه حلو. لا ده احنا ممكن يسيب سنتي ويجي يفتح في الغده اللي جنبيه فبقى عندي متشعب. حضرتك لما اجي اعمل الناسور الشرجي في حته واحده انا بخش اقطع ما بين العضله والصمام بتاع التحكم. فحضرتك لما تقطع في حته واحده يبقى الطفل لسه ماسك نفسه ويقدر يتحكم. انما لما نوصل لان الناسور بقى متشعب عنده تيجي فتحه الشرج وجنبه هنا ثقب وهنا خرم وهنا خرم وده على 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 في اللاترال سايد على الجنب الشمال وده تحت وده فوق، يبقى انت عشان تخش تشيل النواسير دي كلها او الناسورز دي كلها او الفيستولاز دي كلها لا قدر الله تنتهي ان الطفل ما يتحكمش مدى الحياه وتنتهي يقول لك انا مش عارف اتحكم. تنتهي ساعات تعمل حاجه اسمها بيرمننت كولوستومي، ان انا اعمل تحويل مسار مستديم عشان هو مش قادر يتحكم في البراز. طيب دكتور، في ناس بتروح لما بتلاقي حضرتك بتتكلم عليه ده كله سواء فتحه شرج او ضيق فتحه شرج او عيب خلق فيها، دكتور اطفال بس. هو هقول لحضرتك مثلا دلوقتي بالنسبه لدكتور الاطفال كلهم زمايلنا واخواتنا واساتذتنا، بس هو بيبقى في يعني في علاقه دايما ان لازم الام تروح لدكتور الاطفال بسبب مشكله. ايوه. وسبب المشكله دي كان عندي طفل لسه من 3 4 ايام عنده سقوط شرجي. ايوه. يعني ايه سقوط شرجي؟ حضرتك القولون نفسه الولد بيجي له مره اسهال مره امساك بتاع، فالعضله بتاعه القولون وعضله الحوض بقت ضعيفه شويه، فجدار القولون بدأ يخرج من فتحة الشرج. يا الله. الأم بتعمل ايه؟ بتلاقي لحمية، بتلاقي حاجة كده خرجت من فتحة الشرج. راحت للدكتور اعملي تحليل براز، ده ديدان، ده طفيليات. ادي العلاج ده ممتاز، احنا بنعمل كده برضه. ادي العلاج ده، وادي علاج للأنيميا، وادي فيتامين. عظيم. اوكي ممتاز. بس أنا دايما بقول للأم بقى لو الموضوع ده اتكرر تاني في خلال ال 15 يوم يبقى احنا محتاجين عمليه.
الام تعرف ان لو اتكرر ممكن تروح لدكتور جراح اطفال، ممكن دكتور الاطفال ما يقولش لا روح هيبقى كويس ده ان شاء الله شهر والتاني، وهيبقى لما يبقى ست شهور. كان عندي حاله من اليوب جاي لحضرتك واتصل بيا ونزلني في وقت ما كانش اساسا شغال. حضرتك القصه ان فتحه الشرج السقوط خرج والام بتحاول، الولد لما بيحزق وبيعمل حمام بيصحى، لما الولد بيهدى زي الفتاء كده الولد بيهدى يروح المصارين الامعاء المصران زي ما الام بتقول بيخش جوه تاني وكان ما فيش حاجه. المره دي خرج من فتحه الشرج وراحت فتحه الشرج قفلت عليه يا الله. فالولد جزء من القولون بره حوالي 3-4 سنتي يا الله. الواد ماشي اللي عارف يمشي ولا عارف يقعد ولا عارف ينام، وعد عليه اكتر من 8 ساعات. حضرتك الطفل ممكن زي ما ربطنا على الصباع والحته دي تسود، جزء من القولون يسود او يحصل فيه غرغرينا ونخش نعمل تحويل تلف. مسار ونستأصل جزء من القولون. ليه نزلت؟ عشان كده لما قالت لي عدى 6 ساعات حضرتك، مجرد ان انا اديت الولد اي حاجه سيديشن تهديه خالص عشان ما يحزقش معايا، وحضرتك تننا واحده واحده لغايه ما ربنا اكرمنا ورجعناه الحمد لله ورتبنا له وعملنا له تجهيز وتحضير. وكان تاني يوم داخل العمليات وعمل. لما بنوصل المرحلة دي عملية صغيرة 10 دقائق ربع ساعة والطفل يروح بعدها بنص ساعة، تخيلي بقى ان احنا لا ده هيروح لوحده، ده ادي بس العلاج ده 15 يوم مش هيحصل حاجة ان شاء الله، ويخش في الزنقة بتاعت الكمبليت برولابس اللي هو سقوط الشرج الكامل المحظور ده، وانها ما ترجعش تاني وتبقى للأسف كارثة. طيب دايما بنلاقي كأمهات عندنا على طول الكريم الالتهابات ده، فتلاقي البنت او الولد يقول لك يا ماما انا بهرش انا فنحط له الكريم الموضعي ده، ده امر طبيعي ولا امر يستحق القلق؟ لا ما يستحقش القلق، ودايما نقول بمشوره طبيعي. دكتور الاطفال في حاله عند او دكتور الجلديه ليه عنده النابكن درماتايتس التهاب مكان الحفاضه التهاب الولد عنده اسهال، لا لا هم من غير حفاضات انا بقولك عنده اسهال وفتحه الشرج حواليها راش كتير مهري يبقى حضرتك بنستخدم بعض الادويه المعينه ما فيش فيها مشكله، انما ده ما يضرش فتحه الشرج الا اذا كان في بقى مشكله يعني الولد عنده اسهال لسبب جراحي او امساك لسبب جراحي، حضرتك بينزل افرازات بينزل حاجات كتيره جدا تعمل لي التهابات حوالين فتحه الشرج، فطبعا لازم ناخد راي جراح اطفال. في حاجه تانية بتبقى بعيده عن الشرج بس هي خاصه شويه وبتخش في موضوع الشرج، النسور العصعصي. اتفضل. اخر العمود الفقري كده بسرعه اخر فضل. العمود الفقري منطقه العصعصه يجي حضرتك خرم بتبدا بخراج دمل حصل التهاب نفس القصه بالظبط للاسف، يدي علاجات يدي مضاد حيوي. احنا بنقول في بعض المناطق في الجسم احنا 48 ساعه مش لازم نستنى لغايه ما يتكون صديد، مش لازم يتكون يقول لك استنى اصل هي لسه محمره هتعمل راس وهتفتح لوحدها الكلام ده احنا والله والله احنا بنفتي. بنلاقي حاجات يعني للاسف خطيره جدا فتنتهي ان الام بتبقى زعلانه تقول لك طب هو ايه اللي جاب له النسور؟ انت اللي جبت له النسور، ما حضرتك هو كان عنده خراج حضرتك لو انا فتحت خراج كويس وحطيت فتيل لمده يوم واثنين وثلاثه وغيرنا تماما الموضوع منتهي، انما حضرتك انا اهملت في العلاج ما روحتش وتحول لناسور تبقى دي للاسف غالبا بسبب تاثير من حضرتك. بحب فقرتنا الطبيه جدا، بحب دكاترتنا بحبهم لان بكره جدا لما بلاقي ناس تقول لك امريكا المانيا روسيا، لا احنا عندنا دكاتره زي الورد عندنا. أقول كلمة صغيرة على أنا تاني يوم الحد اللي فات كان عندي عيان من السودان عيان من سوريا عيان من ليبيا. طبعا يا دكتور انت أنا بس نقطة لحضرتك، فالفكرة احنا عندنا دكاترة زي الورد، مش عارفة الحد الجاي هجيب ايه أو هروح فين أو هيبقى معايا أفاضل مين، بس الأهم هجيب حاجة تهمنا كلنا واقع بنلمسه بإيدينا وبنشوفه بعنينا، حاجة بتدور حوالينا وبندور حواليها. انتظروني الحد القادم في نفس الميعاد الساعة 10:30. كانت معكم نهال طيب في أمان الله.